الرحمن الرحيم. شكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي. نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات. هو شوطنا الأول للإبكار المهجنات الأصايل لسن الإذاع، والمسافة هي المعتادة 6 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المسار الأول. من تسيطر في مقدمة الشوط وتأتي بهذا المسار والانطلاق مع البداية ومع المقدمة. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من تأتي مرعوشة في المقدمة، ولكن من تتسلل القيادة مكلفة، علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل، من يسيطر في مقدمة الشوط ويعلن حضوره مع القيادة والصدارة، ويقدم لنا في هذا الصباح مكلفة وهي متكلفة بالمهمة في مهمة الصدارة والقيادة. من تأتي على الصدارة، ولكن من تغير الرقود، غيرت إلى مقدمة الشوط. تعود الملكية لناصر بن بطحان بن قران المنصوري مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. المركز الثاني، من تأتي مشاهدي الكرام، مكلفة مع المركز الثاني لعلي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل، من يقدم لنا مكلفة. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، واري الوصول من شجود. تعود الملكية لعبد الله بن حبتور بن ذويب الدرعي، من يقدم لنا مشاهدي الكرام عبد الله بن حبتور بن الذيب الدرعي، يقدم لنا شجون. غيرت شجون وانتزعت المركز الثالث. رابع المراكز، وصول هنا سرابة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي مع المركز الرابع. المركز الخامس، شرف تصل للحاج بن ثعيلب بالحاي المزروعي، من يقدم شرف وتأتي مع المرتبة الخامسة. المركز السادس، وصلت شتات لمانع بن صقر بن فلاك الاكتبي مع المركز السادس. سابع المراكز مشاهدينا الكرام، هنا سمحة تعود الملكية لراشد بن علي بن راشد بن انديلة المري، ولكن قدوم من مرعوشة جابر بن ربيع بن صالح المري مع المركز السابع. ثامن المراكز شيمة، تعود الملكية لبقاد بن حمد الفيدة المري. انتقل مباشرة إلى المركز التاسع، وارى الوصول والتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. من تصل مع المركز التاسع، أرى اللي هي رموز أحمد بن حمد بن سالم الاكتبي، ومن الجانب الآخر تسللت الفائزة عبد الله بن شهيب السبوسي، من يقدم لنا مشاهدي الكرام هنا الفائزة. هكذا النداء مشاهدينا الكرام، نعود مع الانطلاق، نعود مع المسار. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، مع الصدارة والمقدمة. من تأتي مع مقدمة الشوط وتعلن حضورها مع المقدمة والصدارة والمركز الأول، يا سلام. من تغير الأمور لصالحها هنا، تنتزع المركز الأول، تأتي مع الصدارة والقيادة. اشتات، اشتات غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي مع البداية، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. الرقود مع المركز الثاني لناصر بن بطحان بن قران المنصوري مع ثاني المراكز، وثالث المراكز شجون عبد الله بن حبتور بن ذيب الدرعي. وصلت شجون هنا وغيرت شجون مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الرابع، سرابة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، يقدم لنا سرابة. من تأتي مع المركز الرابع، المركز الخامس، شرف الحاج بن ثعيلب بالحاي المزروعي هنا، من يقدم شرف مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز مكلفة، العلي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل هنا، يقدم لنا مكلفة مع المركز السادس. المركز السابع، وصلت رموز أحمد بن حمد بن سالم الاكتبي مشاهدينا الكرام. من تأتي مع المركز السادس في هذه اللحظات، وسابع المراكز، ثامن المراكز،
الشيخ، وصول من سمحة، تعود الملكية لراشد بن علي بن راشد بن نديلة المري. يا سلام، وفالك إن شاء الله الناموس يا راعي سمحة، وصول وقدوم هنا من الفائزة، تعود الملكية عبد الله بن الشيب السبوسي. الكل ينطلق هنا، الكل يتقدم، الطموح الفوز والناموس والانتصار. نعود مع البداية مشاهدينا الكرام، نعود مع الصدارة، مع المقدمة، مع الانطلاق الأول، مع المسار الأول. يا سلام، في بداية المقدمة ومع المركز الأول من تسيطر في مقدمة الشوط وتأتي هنا بهذا الانطلاق والمسار. يا سلام، مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي من يقدم لنا مشاهدينا الكرام شتات مع البداية والصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول. يا سلام، يا هو شوط، يا ترى لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار؟ السرابة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي المركز الثالث. دخول مشاهدينا الكرام وقدوم في هذه اللحظات من سمحة راشد بن علي بن راشد بن نديلة المري. يا سلام، وقدمت ايضا الرقود ناصر بطحان بن قران المنصوري. لمن الفوز، لمن الانتصار؟ يا سلام، ما تبقى الا 1200 متر. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول، مع المسار الاول، الانطلاق الاول. من تغير بمشاهدينا الكرام؟ سرابه غيرت الامور، سرابه خليفه بن سلطان بن رشيد الاكتبي. يا سلام، ولكن هنا مشاهدينا الكرام وصول. يا سلام، وصلت سمحه وغيرت مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. يا ترى لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار؟ نعود مع الانطلاق. يا سلام، هنا مشاهدينا الكرام اسرابه خليفه سلطان بن رشيد الاكتبي، ولكن سمحه احمد بن غانم بن حموده الظاهر. يا سلام، المعركه مشاهدينا الكرام ما بين سمحه وما بين سرابه. سمحه مشاهدينا الكرام وسرابه، سمحه وسرابه، سمحه وسرابه. يا ترى لمن الفوز؟ شوطنا الاول للمهجنات الاصايل، ولكن سمحه مشاهدينا الكرام، سمحه غيرت الامور. تبي تغادر بالفوز، تبي تهدي بن حموده في هذا الصباح، في هذا المسار. والشعار الاقتصادي ليس بغريب، الفوز والابداع والانتصار. غادرت سمحه، اسعد الله صباحك يا ابو غانم على هذا الفوز والابداع والانتصار. سمحه وسمح الله دروبك يا سمحه. المركز الثاني اشتات مانع بن صقر، وايضا قدوم من مرعوش جابر بن ربيع بن صالح المري ما يبنالها طار يدير البال. سمحه مشاهدي الكرام واشتاد اشتاد 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 مشاهدي الكرام ومرعوشه اشتاد. بالفعل هنا مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي من يقدم اشتاد. المركز الثاني مرعوشه جابر بن ربيع بن صالح المري، والمركز الثالث سمحه احمد بن غانم محمود الظاهري، والمركز الرابع وصلت شجون عبد الله بن حبتول بن دلع. المركز الرابع، الخامس سرابه خليفه سلطان بن رشيد الاكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا الفوز والابداع والانتصار. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام. نذهب الى التوقيت الزمني، لحظات الوصول الى خط النهايه. هاي امامكم مشاهدينا الكرام الفوز والابداع والانتصار. 9:36 خمسه من الاجزاء. شتات من نال شرف الناموس، مانع بن صقر بن فلاك الاكتبي الثاني والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من حلت في مرعوشه لجابر بن ربيع بن صالح المري ما يبنى على طاري الا مع الامتار الاخيره. 9:36 سبعه من الاجزاء. تهانينا والناموس سمحه من احتلت في ثالث المراكز لاحمد بن غانم بن حمود الظاهري. وسعد الله صباحك يا ابو غانم، قدمت عرض تشكر عليه سمحه. 9:37 سبعا من الاجزاء. تهانينا والناموس للجميع.